اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، انتم على الهواء مباشره من قناه تشاهدون قناه البلاد. نناقش ونحلل جمله من الاخبار والتطورات العاجله التي تشهدها الجزائر. طبعا في هذا الجزء من التغطيه اسعد بان استقبل الاستاذ عبد المجيد مناصره، القيادي في حركه مجتمع السلم والوزير السابق. استاذ مناصره مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا. لكن قبل هذا استاذ مجاهدينا، نستذكر جمله من الاخبار العاجله التي ربما ميزت النهار هذا اليوم. اول هذه الأخبار: قبول النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة دعوة رفعها مجموعة من المواطنين ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره في رئاسة الجمهورية. تبليغ هذه الدعوة أو اتهامه بالتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة. خبر آخر مهم هذا اليوم هو اجتماع هام في وزارة الدفاع الوطني بقيادة الفريق أحمد قيد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وكذلك قادة القوات البرية والبحرية والجوية وجميع قادة النواحي العسكرية. هذا الاجتماع ضم أيضا قادة الحرس الجمهوري والدرك الوطني، وشارك فيه إطارات سامية في وزارة الدفاع الوطني. طبعا حسب المصادر التي استقيناها من هذا الاجتماع أنه يبحث في آخر التطورات التي تشهدها الجزائر. طبعا ما ميز هذا اليوم أيضا هو البيان الذي أصدره الرئيس السابق السيد اليمين ضروال، والذي كشف فيه للرأي العام الوطني مجريات الاجتماع الذي جمعه الأسبوع الماضي بعدد من أشخاص، من بينهم الفريق توفيق قائد السابق لجهاز المخابرات، وكذلك بسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره. طبعا سؤالي الأولي للأستاذ عبد المجيد من نصرة، هذه التطورات: أولا رفع دعوة ضد سعيد بوتفليقة واتهامه بالتزوير واستعمال مزور وانتحال الصفة، كيف تقرأها؟ طبعا هي أنا أقرأ أنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو اللي عجبني فيها أنه فيه وعي عند المواطنين أنه يروحوا يشتكيوا. فيهم ستة مواطن ما عليش نعرضوهم هذين المواطنين هذو، وراهم داروا سيلفي وصورة ونشروها. نعم. يعني هذا وعي. يعني مليح كل المواطنين ينتصروا قضايا دولة، قضايا وطن، مش فقط القضايا الشخصية. ولكن طبعا هذه قضية لن ننتظر منها شيء، لأنه حبالها طويلة، والموضوع ما لا يتحمل أن ننتظر مثل هذه القضايا. الأمر وصل إلى درجة يجب أن يكون هناك استقالة فورية لفتح مسار الحل. لا الجزائر تتحمل تبقى في هذا الوضع، ولا الشعب يتحمل هذا الحرب الأعصاب اللي راهو عايشها هذه الأيام، ولا وضع البلاد بصفة عامة يعني يسمح. ولذلك الأحداث تتسارع بشكل كبير. أتمنى أن تكون خاتمة جيدة لهذه الصورة اللي صنعها الشعب الجزائري بمسيراته السلمية وحرصه على أن يقرر بنفسه ومستقبل البلاد الذي يبدأ باحترام إرادة الشعب. نعم، لكن إرادة الشعب البعض أيضا، خصوصا أنه الجيش الوطني الشعبي وقيادة الأركان كانت دائما تؤكد على أهمية الحل الدستوري والمظلة الدستورية، وبالتالي نستشف أنها لا تريد أن تتحرك خارج القانون، وهذا أمر ربما بالغ الأهمية، خصوصا أنه في اليوم في تطورات وفي عالم لا تسمح بمثل هذه الخطوات. مثل هذه التطورات، رفع دعوة وقبولها من طرف النائب العام، هل يمكن أن تكون بداية لرفع الحرج؟ لا لا لا, لا, لا أنا ما أعطيش أهمية أكثر من اللي قلته لك. وعي مواطنين وحرصهم على أن يسلكوا المسلك القانوني والعدالة، أكثر من هذا الحلول ليس هنا. لا، الحلول ليست هنا. لكن أستاذ مناصر، خلينا نبدأ مما وردنا الآن، أنه فيه تصريح لسيد عبد الله جاب الله في ختام اجتماع المعارضة، نسمع هذا التصريح ثم نعود. واحد: الدعم المطلق لمطلب الشعب المتعلق بالرحيل الفوري والآني للرئيس الذي سحب الشعب منه ثقته وكذا القوى المحيطة به. ثانيا: الإشادة باستمرارية الهبة الشعبية السلمية والتحذير من محاولات احتراقها أو إضعافها أو الالتفاف عليها، ودعوة الشعب إلى الاستمرار في هبته والمحافظة على سلميتها إلى غاية تحقيق مطالبه كلها. ثالثا: الاعتزاز بموقف الشعب الذي أبان وعيا كبيرا بتبنيه لمقترح تطبيق المواد السابعة والثامنة والمئة واثنين من الدستور.
تثمين كل جهد يبذل من طرف النقابات والأسلاك المهنية الداعمة للهبة الشعبية السلمية ودعواتها للإضراب والمسيرات العمالية المرافقة لها. خامساً، رفض كل قرار أو بيان يصدر باسم الرئيس الذي سحب الشعب ثقته منه بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخير شكلاً ومضموناً. سادساً، اعتبار شعار الهبة الشعبية السلمية الشعب والجيش خاوة خاوة رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والدعوة إلى المسارعة بتفعيل المواد 7 و8 و102 للمحافظة على الأمن والاستقرار. سابعاً، مطالبة المؤسسات الإعلامية وخاصة العمومية منها بالتحرر الكامل بفتح منابرها للرأي والرأي الآخر دون انتقائية أو توجيه. ثامناً، دعوة الجهات القضائية المختصة على المستوى الوطني لتفعيل آليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية ودعم الإجراءات القضائية المتعلقة بفتح ملفات الفساد. تاسعاً، دعوة كل قوى التغيير الفاعلة للتعاون فيما بينها على ما يخدم مطالب الشعب ويمنع الالتفاف عليها. عاشراً وأخيراً، تجديد الرفض لأي تدخل أجنبي من أي جهة كانت وتحت أي مسمى أو شعار. نعم، إذن كان هذه تصريحات السيد عبد الله جبر الله في ختام اجتماع المعارضة. 10 نقاط عرضها السيد جبر الله نيابة عن قوى المعارضة التي اجتمعت. طبعا أستاذ عبد المجيد منصرة، الاعتزاز بموقف الشعب بما فيه مطالب بتفعيل مواد 7 و8 و102 وأنه رسالة التضامن مع الجيش الوطني الشعبي والإشادة بشعار الذي رفعه الشارع الجيش والشعب خاوة خاوة. نجد أنه المعارضة الآن يعني في موقف واضح أنه مع ما قررته قيادة الأركان اليوم أصبح واضح اليوم. نعم نعم. المعارضة ليس لها إلا أن تنحاز انحياز كبير مع الشعب وتنساق في اتجاه مطالب الشعب، وبحكم قوتها السياسية وأدائها السياسي أن تدعم هذا الاتجاه وأن تفعله في مشاريع واقتراحات. وبالنسبة أيضا للجيش، احنا رانا في مرحلة تلاقي بين إرادة الجيش وإرادة الشعب، أو الجيش انحاز للشعب في لحظة فاصلة. المشكلة الآن أين؟ المشكلة هي بين الرئاسة والجيش الآن. هذه المشكلة اللي هي كانت في البداية بين الشعب والرئاسة. الشعب خرج ورفض العهد الخامسة، ثم رفض التمديد، وبعد ذلك الرئيس والرئاسة ومن معه رفضوا الاستجابة لمطلب الشعب. وقع انسداد، فلما وقع انسداد من يتدخل؟ مجلس دستوري متخلي على مهمته وخان الأمانة. بقاء الجيش يعني في تشكيكات في شرعيته أصلا طبعا بالطريقة هذه، أنت هذه خيانة أمانة بالنسبة للمجلس الدستوري. فتدخل الجيش لحل الموضوع، والجيش لازم ينحاز للمطلب الشعبي، والشعب مش فئات، والشعب بالبني يعني اللي خرجوا في المسيرات أكثر بكثير من عدد الذين انتخبوا الرئيس. يعني طبعا إذا صدقنا الأرقام، حتى إذا صدقنا الأرقام، الأرقام التي كانت في الشارع أكثر من الأرقام التي زارت صناديق الانتخابات في 2014. هنا عليه الجيش راهو في حرج، الحرج موجود الجيش، وهو حتى تعيين الحكومة الطريقة اللي تمت هي فخ للجيش. الجيش حاب يحل الموضوع ويستجيب لمطالب الشعب، الرئاسة كأنها لا تسمع شيء، والجيش عنده حرج في التدخل. لو يتدخل بطريقة معينة تأتيك العناوين من الداخل ومن الخارج، انقلاب قبع عسكري، يعني يجيك مباشرة التهمة جاهز. نعم، رغم أنه احنا مش في حاجة انقلاب، الشعب فصل. عليه الجيش لأنه فيه قوى دولية خاصة أمريكا وفرنسا عندها مشكلة مع الجيش الجزائري، خصوصا يقول لك فرنسا هي اللي بالخصوص راهو محروق على الجيش هذه الأيام. بالخصوص علاش أقول لك حتى لما الرئيس ماكرون آخر زيارته للجزائر لم يأتي البوتفليقة بالخصوص، وجاء ليلتقي مع قيادة الجيش وقائد الجيش. علاه؟ هم حابين من الجيش الجزائري يؤدي لهم أدوار في مالي، يعني خارج الحدود وفي مالي، يعني حرب الوكالة. الجيش الجزائري هذه حقيقته، والدستور يحتم لذلك أن لا يتدخل خارج الحدود الجزائرية، وهو جيش منسجم مع هذا. وحتى الرئيس
كان موافق على هذا الموضوع يعني للأمانة. الدور الجمهوري للجيش. من هنا وقع الضغط على الجزائر وعلى الجيش بالخصوص. الآن يستناو له أي شبهة. فحطوا له عناوين الانقلاب العسكري والسيسي الجديد في الجزائر، وحتى بعض الجزائريين للأسف الشديد ممكن يعني تنطلع عليهم هذه اللعبة. من هنا احنا نعرف هذا الحرج، ولكن احنا اللي يهمنا، احنا مش حابين الجيش يحكم، ولكن الجيش من مسؤوليته ان ينحاز للشعب ويحل هذه العقدة اللي الناس الان مش قادرة تتحمل استمرار نفس الأوضاع. الناس على أعصابها، الناس بحت خايفة على الجزائر، من يحلها؟ انا قلت عبارة خلي بك نقولها. شكون اللي جاب بوتفليقة للجزائر للرئاسة؟ الجيش. الجيش هو اللي جابه، الجيش هو اللي قادر يخلص الشعب الجزائري من الرئيس، كما جابوه كما يدوه. لكن اليوم يقول لك تغيرت الوجوه وتغيرت المعطيات لا طبعا ما تكلمش، ما تكلمش على الأشخاص. أنا أتكلم على المؤسسة. هم اللي جابوا بوتفليقة، هم اللي جابوه، جابوه في 94 وبعد ذلك في آخر لحظة أرفض وحكمها اليمين زروال، وبعد ذلك جاء في 99 طريق الانتخابات. لكن اللي جابوا طبعا احنا كنا فاعلين في الساحة، هم اللي جابوه طبعا، وبعد ذلك كانت الانتخابات. سيد من ناصر، انت قلت لي كلمة وجملة انه الحكومة التي تم اعلانها حكومة بدوي كانت فخ للجيش. نعم. ماذا تعني بالضبط؟ اول الفخ اللي هي اذا قبلتها، ما انت اذا قبلت بالرئيس موجود والرئيس ياخذ قرارات والرئيس يوقع وحجمها ووجوهها. لا لا لا، هذا كلمه الوجوه. لا، الفخ وين؟ الفخ اذا قبلتها، قرار تعيين الحكومه بيد من؟ دستوري، بيد الرئيس. معناتها اذا قبلتها معناتها الرئيس اذا ياخذ قرار موجود وقرارات شرعيه. اذا قبلتها تقبل قرارات واحده اخرى، وإذا حبيت ترفضها كيف ترفضها بعد انقلاب. هذا الفخ اللي مستخدمينه البعض اللي راهم يلعبوا لعبة التعفين. هي المفروض كان مطلب واضح. أنا أعتقد آخر أجل لاستقالة الرئيس كان 15 مارس، بعد ما أعلن على قرارة التمديد يوم 11 مارس، الشعب في جمعة 15 مارس رفضها. ما دام رفضها، ما على الرئيس إلا أن يتجاوب إيجابياً ويلبي مطلب الشعب ويستقيل. أنا ذاك كان ممكن أنه قبل الاستقالة يؤدي يحقق مطالب الشعب بالقرارات، موش يأخذ قرارات، يرسم مطالب الشعب في قرارات. أما الآن بعد ما الجيش خرج بيانه في 26 مارس وبعدين في 30 مارس، وأخباركم اليوم تقول باللي كل قيادة الجيش الآن راهي مجتمعة، بمعنى أن الوضع أصبح سيء جدا ومنذر بمخاطر، والجهة الوحيدة اللي مؤهلة أنها تتحرك هو الجيش، لأنه لو لا قدر إسرائيل شيء في الجزائر من يتحمل بعد ذلك؟ هل ترى أنه الجيش؟ ربما بيان المعارضة الذي تلاه واستمعنا إلى سيد عبد الله جبل الله وهو يتلوه يعني هو مساء هذا اليوم، جاء لكي يساند الجيش، لكي يعطيه ربما غطاء سياسيا في هذه الفترة حتى لا تبدأ الأصوات الناعقة هنا وهناك وتتحدث عن دور الجيش ودخول الجيش في السياسة و أنا لحد الآن مش فقط هذا الأحزاب اللي اجتمعت اليوم في مقر جبهة العدالة والتنمية، حتى تصريحات بالأمس تاع كثير من الأحزاب، كثير من الشخصيات والحقوقيين كلهم ساندوا الجيش في هذه الخطوة. وثم المهم هو الشعب، الشعب في آخر جمعة أكد أنه كانت اللعبة هي ضرب الجيش بالشعب، وضرب كانوا المادة 102 هي مادة تاع الجيش ونضربوها بالمادة 7، لكن الشعب لم تنطلع عليه هذه، حتى وإن كانت هناك نسبة كانت رافضة، لكن ما أعتقدش تتعدى 10-15% من الذين كانوا في المسيرات، لكن أغلب الشعب كان أكد على أن 102 مقبولة ولكن غير كافية. في الشعب بوعي وأضاف لها المادة 7، وحتى في بعض اللافتات أنا شفت مادة 7 ومادة 8، يعني كان الوعي عند حتى الشعب، واستجابة فورية من قيادة الجيش بأن الحل موجود في المادة 7 و8 و102، بمعنى أنه هنا تلاقي الإرادات. هذا اللي احنا حابينه، والشعب المفروض لما يأمر المفروض الجميع يطيعه ويكون في خدمته. الجيش في خدمة الشعب، مش الشعب هو اللي في خدمة الجيش. وشعب كان برأيه واضح ومطلبه واضح. احنا اللي مستغربين علاش مش دستوري ما تجاوبش مع الشعب.
لأن المجلس الدستوري لا ينتظر على الإطلاق إخطار أو تكليف باش هو يتثبت من الإخطار فقط على دستورية القوانين، أما هذه الأمور الأخرى فهي لا تنتظر. الدستور يقول لك المجلس الدستوري يتثبت، بمعنى هو صاحب الفعل، هو الناس كلها عارفين باللي الرئيس مريض، إذا في هذه الوضعية يتثبت، والتثبت بذلك سهل جدا، فيه وثائق، فيه أطباء، إذا ثبت بعد ذلك يأتي البرلمان ليرسم في اجتماعه بالغرفتين ذلك بالقرار اللي مذكور بالثلثين. هنا مؤسسة المجلس الدستوري هي اللي قامت بدورها، ما كانش الجيش. نعم أستاذ مناصر، خلينا نروح عبر الهاتف، ينضم إلينا الأستاذ سمير بالعربي النشط السياسي. أستاذ سمير بالعربي مساء الخير، أهلا بك على المباشر. أهلا بك وبمشاهدي قناة البلاد. أهلا أستاذ سمير بالعربي، جملة من التطورات التي حصلت اليوم نحاول أنه نسمع رأيك فيها. أولا قبول النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بتبليغ ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره بتهمة التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة، كيف ترى هذا التطور؟ الحمد لله أنه 22 فبراير تحرر كل الجزائريين وكل الفئات وكل المؤسسات ومن مؤسسات القضاء، ونبارك 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 هذه الخطوة بالاستجابة لمطالب المواطنين الجزائريين بقبول الدعوة القضائية ضد هذا الشخص الذي منذ سنة 2013 وهو يستعمل الختم الرئاسي من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ومصالح محيطه الضيق للإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، بمؤسسات الدولة الجزائرية، للإساءة للجزائر في الداخل وفي الخارج. نبارك هذه الخطوة وننتظر من السلطات القضائية والأمنية مباشرة الإجراءات التالية من أجل القبض على هذا الشخص الذي أصبح يشكل تهديدا وخطرا على أمن وسلامة الجزائر ومؤسساتها والأشخاص فيها. نعم سي سمير بالعربي، وأيضا اجتماع هام لوزارة الدفاع الوطني، ويبدو أنه كما يشير لبعض الزملاء أنه انتهى هذا الاجتماع، اجتماع بالفريق أحمد قايد صالح بقادة القوات البرية والبحرية والجوية وكذلك النواحي الستة والحرس الجمهوري والدرك الوطني وإطارات سامية بوزارة الدفاع الوطني، يعني وقرارات مهمة يبلغوني بها الزملاء أنها ربما يرتقب أنها ستصدر بيان يعني قريبا، خصوصا في هذه الساعات أو هذه اللحظات لسنا ندري. على كل حال لما يصدر سوف نكون معه. ما ربما تحليلك لهذا الاجتماع في هذا الظرف وفي هذا السياق أستاذ سمير؟ نظن أنه في الوقت الذي تجتمع فيه قوى الشر من محيط الرئيس، القوى الغير دستورية بالتواطؤ مع شخصيات سابقة في الحكم لها تاريخ أسود في الإساءة للجزائر والشعب الجزائري، والتواطؤ بالتواطؤ أيضا مع جهات في الخارج من أجل ضرب استقرار الجزائر، كان على المؤسسة الدستورية الوحيدة اليوم التي ما زالت واقفة في صف الشعب الجزائري أن تتحرك وتتحمل مسؤولياتها التاريخية والدستورية في حماية الأمة، في حماية السيادة، في حماية الشعب، وفي حماية المؤسس. نظن أنه نعم، وحسب ما يبلغني أستاذ سمير فقط، أستاذ سمير فقط لك وللمشاهدين، يبلغني الزملاء أنه بيان الجيش سوف يتضمن قرارات هامة. ننتظر قرارات وإجراءات، مطلقة قرارات. اليوم المؤسسة منتظر منها من طرف الشعب الجزائري أن تتخذ إجراءات عملية للحد من خطر هذه العصابة التي دمرت الوطن، دمرت مؤسسات الوطن، وتتآمر مع قوى خارجية من أجل مواصلة الاستمرار الحكم من أجل هذا. هل ترى أستاذ سمير فقط يعني بيان المنسوب للرئيس أو بيان الرئاسة أمس أيضا قال أنه الرئيس بوتفليقة سيصدر قرارات هامة لتسيير المرحلة المقبلة، اليوم حسب يعني أصداء اجتماع في وزارة الدفاع الوطني يقول أنه سيصدر قرارات هامة، هل هذا جاء لكي يرد على ذاك؟ الواقع والشعب والشارع يدرك أن انتهى سياسيا يوم 22 فبراير، وكل القرارات التي اتخذت فيما بعد إجراءات وخطوات وقرارات باطلة وغير شرعية. لذلك ننتظر
لهم قرارات حقيقيه واجراءات تتماشى ومطالب وطموح الشارع الجزائري المطالب برحيل نظام بوتفليقه فورا وانيا غير 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 غير, غير, غير انيا في الوقت الحالي، لان الجزائر تمر بمرحله خطيره جدا تستدعي توافق ما بين هذه المؤسسات. نعم فقط عندي رغم يعني رداءة الصوت يعني من المصدر استاذ سمير، لكن عندي سؤال فقط تطور اخر حول بيان الرئيس سابق اليمين زروال وحول اللقاء الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام وأنه اجتمع بالفريق توفيق رئيس جهاز المخابرات السابق وبسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، ما تعليقك على هذا البيان باختصار؟ يعني سيد زروال ينور ويبلغ الرأي العام بما جرى، كانت له الشجاعة والشرف أن بيّن أنه تم الاتصال واللقاء به من أجل أن تعرض عليه خارطة طريق غير مقبولة لا تتوافق وطموح الشعب الجزائري من طرف قوى غير دستورية ومن طرف قوى سابقة في الحكم. الرئيس زروال مشكور وهذا الموقف يحسب له لأنه فهم رسالة الملايين في الشارع. أشكرك الأستاذ سمير بالعربي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إلى الأستاذ عبد المجيد مناصرة، إذا نبدأ بالمستجد والجديد، أنه هذا الاجتماع في وزارة الدفاع الوطني وترقب لقرارات هامة ومصيرية، ماذا تتوقع أستاذ؟ أنا توقعت ترسيم استقالة الرئيس أو بعبارة أخرى عزل الرئيس. بأي صيغة ربما؟ كيف بأي صيغة؟ من وزارة الدفاع بأي صيغة يتم الترسيم أو البت في هذا القضاء؟ بيناتهم هذا بيناتهم؟ بيناتهم، لكن احنا سنرى النتيجة. نتيجة النقطة الثانية طبعا ذهاب نظام بوتفليقة معه، يعني احنا كنا في نظام الرجل الواحد، لم نكن في مؤسسات الدولة، إذا لما يروح الشخص يروح معه نظامه. صدر البيان اسمح لي أستاذ مناصرة، والزملاء سوف يبلغونني به أولا بأول، هاي أعطوني التفاصيل حتى أنا أعرضها على المشاهدين، أهم شيء يبدأ. نعم سوف يتم عرضها تماما، نعم سوف نرى البيان أستاذ، واصل حتى يحضر البيان. وأكيد نعم أسمح لي فقط أستاذ أقاطعك مرة أخرى، بيان من وزارة الدفاع الوطني، ترأس السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء اليوم 2 أبريل 2019 اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. لقد أكد السيد الفريق أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري طيلة هذه المسيرات، معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة. كما ذكر السيد الفريق بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، حيث أكد بتاريخ 18 مارس الفارط بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الأجال، وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري، ولكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانات بالناحية العسكرية الرابعة بتاريخ 26 مارس، وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمان الوحيد للحفاظ على وضع سياسي مستقر. وكانت المحطة الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس، حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور. وردا على هذه المساعي يضيف السيد الفريق، بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الأجال.
ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة. هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية اتجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة، غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد. إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو الحفاظ على الصهر. نعم أستاذ، نبقى هنا فقط نأخذها واحدة واحدة. المصالح الشخصية أستاذ، وش يقول على المصالح الشخصية؟ يعني ما رأيك فيها؟ طبعا هذا كلام قلناه قبل هذا البيان بأنه كان هناك تعنت، نعم، ويجب البحث على حلول بتدخل لدرجة أني ما قدرت نكمل التاريخ القراءة حتى أن نعرف نعم لمصلحة الشعب الجزائري. نواصل. طموحه الوحيد هو الصهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية. فقد تساءل السيد الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار بها إلى الخارج. ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر لحين التحقيق معهم، كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطاراتنا البلاد طبقا للأجراءات القانونية السارية المفعول. وبخصوص البيان الصادر نهار أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد السيد الفريق في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئاسة الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية. وفي هذا الصدد بالذات نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا، كما تطرق السيد الفريق إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر. كل هذا قام بتنسيق الجهات غير الدستورية، لأن بعض الأطراف تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وبخصوص الجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل بناء جيش قوي وعصري ومحترف، أكد السيد الفريق لقد تناسى البعض أن الجيش الوطني الشعبي قدم في سبيل الوطن تضحيات جسام وقوافل من شهداء الواجب في محاربته للإرهاب الهمجي طيلة عشرية من الزمان، وتمكن خلالها بعون الله تعالى وبمساعدة هذا الشعب الأبي من القضاء على هذه الآفة وتجنيب بلادنا من شرورها، ولا يزال يبذل في سبيل وطنه كلما بوسعه ليظل شامخا وآمنا، فهو المرابط ليل نهار في مختلف مناطق التراب الوطني وعلى تخوم حدودنا المديدة متصديا لكافة الآفات من إرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة بكل أشكالها. ولقد تحقق كل هذا بفضل استراتيجية السديدة والصائبة والمتبنات من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والمكيفة باستمرار حسب تطور الوضع. هذه الاستراتيجية التي أتت بثمارها من خلال إرساء موجبات الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني، ولم تكن هذه الإنجازات وليدة الصدفة بل تحققت بفضل جهود الرجال وتضحياتهم الجسام.
لقد عكفنا منذ سنوات على بناء جيش قوي عصري ومحترف متراس الصفوف جاهز لأداء مهامه في كل الظروف والأحوال، يتحلى أفراده المتشبعون بالروح الوطنية الجياشة وبالانضباط المثالي، ليظل الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري للدولة وسند الشعب في المحن والملمات هذا الأمر أزعج بعض الأطراف التي تعمل على استهداف الجيش من خلال محاولة المساس بسمعته وتلاحم صفوفه وانسجام مكوناته بغرض تحقيق مخططاتهم الدنيئة. هذه المخططات سيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر خطا أحمرا بكل صرامة وحزم وبكل الطرق القانونية. هذه المكاسب الغالية والثمينة التي يتعين الحفاظ عليها في كل الظروف والأحوال، لا سيما في ظل الوضع المتردي الذي تشهده منطقتنا والإقليمية. ومن هذا المنطلق بالذات فإننا لم ولن نسمح بأي حال من الأحوال بهدم هذه المكاسب التي هي في الحقيقة مكاسب الشعب الجزائري. السيد الفريق جدد مواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب وبصفته مجاهدا ويتحمل مسؤوليته التاريخية، ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفقرة في الفترة العصيبة. لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله، يقول الفريق أحمد قيد صالح، والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك مهما كلف الأمر. في الأخير جدد السيد الفريق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير، لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة. وبصفة ابن الشعب، يقول الفريق أحمد جاي صالح، وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. في الأخير نؤكد مرة أخرى، يقول الفريق، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن على تجاوز الأزمات مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد. إذن انتهى بيان الجيش الوطني الشعبي، وزارة الدفاع الوطني. نعم، صور هذا الاجتماع التي نعرضها الآن على الشاشة هو بيان تاريخي بامتياز، لا نستطيع أن نقول كل ذلك. صدقني أنا وأنا أقرأ هذا البيان يعني حتى تنفس تاعي اضطرب، حتى أني رجعت لك فجأة. سيما نصرة، ماذا؟ العصابة، الناهبون، حماة الفساد، وضرورة تطبيق المواد 7 و8 و102. نعم، هو شوف ماذا نحن الآن؟ هو شوف بيان واضح وأكثر من واضح، بالعكس فيه الصراحة الزايدة. أنا شخصيا ابن الشعب، أنا المجاهد والذي أبقى معه. نعم، أنا شخصيا تمنيت أنه ما يكونش طويل، طويل كثير. والجيش المفروض يختصر، ولكن هو بيان واضح بأن الأمر انتهى، والمفروض هو انتهى منذ مدة، ولكن كان هناك الحرص على الإخراج الدستوري، والجهة الأخرى كانت تعاند وكانت تراوغ وتعطل في المخارج وتصعب في المخارج، ولكن نظن الأمر لم يعد يتحمل أكثر والجيش تحمل مسؤوليته. وأنا من الأشخاص الذين طالبت بعد 15 مارس بإدارة تدخل الجيش، لأن هذا الشعب لن يحقق مطلبه في ظل تعنت الرئاسة إلى الشعب. معلش نعود ونرجع للبيان، حب إذا ممكن تقرأه مرة أخرى. تعود تقرأه كامل البيان؟ تقرأه كامل. هو تاريخي 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 جدا. حطوا الناس تقرأ. حطوا الناس تقرأ. نعم نعم نعم. أهم الأفكار ربما حتى تصلني هنا، أنا أريد أن أقتبس منه، لما يقول العصابة
وقال أن البيان بيانات منسوبة إلى رئيس الجمهورية ماذا يعني هذا سيد مناصرة؟ شو هو الجيش تحدث بلغة الشعب استعمل عبارة العصابة، استعمل عبارة غير دستورية، استعمل كل عبارات يستعملها الشعب، وهذا كله يدل على التلاحم. ولكن المهم الآن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا التنفيذ؟ أكيد هذه هذا بيان يعني دال فقط دال على يا ريت من الزملاء برك يجيبوا لي البيان مطبوع حتى نستأنس به. نعم اتفضل استاذ مناصر. خليك بالبيان، هو ما بعد البيان. فيه كثير من الامور، كثير من الامور استاذ مناصر. يعني البيان هو جاء باش يعطيك الشرعيه لما سياتي خلاص. ايه بمعنى الان بعد البيان هو تنفيذ القرارات. طبعا القرارات ما تجيش في البيان ولا اصبح انقلاب عسكري، هي القرارات كما قلت لك ستنفذ. هو اصر على الدستور، قال لك تطبيق المواد صح، هذا هو الحل. 7 و8 و102 ما عدا الدستور الان ما يشتغلش والرئيس ما يستقيلش، العزل ترسيم الاستقاله بروح الماده 7 و8 اللي هي الاراده الشعبيه التي طلبت، وقال انا اقف مع الشعب. طبعا اقف مع الشعب بوضوح تام، والشعب واضح في ما يحتاجش واحد يفسر وش حب الشعب، الشعب كان واضح في مطلبه. ولذلك الإجراءات الآن اللي يجب أن تتابع في ظل هذا اليومين، وحابين هذا الجمعة الشعب يخرج يفرح بأن مطالبه تحقق، مش زيد يخرج زعفان ومقلق ويائس ويشوف لعبة ويخاف أن الأمور تختلط ويخاف، لأن الصراع في السلطة مخيف ومش لازم يستمر، وإذا استمر سيؤثر على الجميع. قمة السلطة ما تتحملش صراع، الصراع هذا مضر. هذا البيان حسن. طبعا هذا الاجتماع في كل قيادات الجيش، لأن الجيش موحد. بعض الناس كانوا يعني حبوا يركزوا على الجهوية في كل الجيش، لحظة، يركزوا على الجهوية ويقسموا في الجيش. الجيش هذا وطني. نعم. موحد. نعم. وليس قال الفريق مقسم. أحمد قيد صالح، نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد. طبعا أكيد دي حقيقة واضحة وسنة الحال. يعني أردتم أن تضعوا الوطن على كف عفريت لأنكم أردتم أن تتشبثوا بالشخص وبالمحيط هذا الشخص، نحن لن نسمح لكم، الوطن أكبر منا ومنكم ومن الجميع. طبعا يعني أنا مش عارف نهضر في الشعر، هذه مشاعر، أنا نهضر في السياسة. السياسة ماذا بعد؟ أما الوطن أكبر من كل من الجميع، أكبر من الأشخاص ومن المؤسسات. وقال الفريق أحمد قيس أن يؤكد مرة أخرى أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب. حقيقة أخرى يأكدها لما يقول لك الوطن والوطن فحسب، هل هنالك من اعتمد على الأشخاص. لكن الجيش وبالجيش. نعم. عقيدته هو تحت الرئيس، وكأنه رد على هناك من يستقوي على غير الوطن. لا هو عندنا المعنى الآخر. الجيش ولاؤه في العمل للرئيس، لكن لما يغيب الرئيس ويصرى شيء الولاء فوق الرئيس للوطن في غياب الرئيس للوطن. لكن الجيش مش متمرد على الرئيس. بعض الناس تفهم هذا، الرئيس لما يكون موجود الجيش لا يحكم في الرئيس، مش دور الرئيس يحكم، يعني الجيش يحكم في الرئيس. لكن الحاله اللي رانا فيها في غياب الرئيس وتصرف الاخرين باسم الرئيس، هنا دور حول الجيش. حول المدى الزمني ربما لما هو قادم. يقول فريق قيد صالح لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل مواد 7 و8 و102 ومباشره المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدوله في اطار الشرعيه الدستوريه. هذا اللي كتبته بالامس، واللي حلول فورية ما تتحملش، هذا مش تنبؤ. الوضع ما يتحملش، لا يتحمل، والجيش لو ما تصرفش بسرعة الوضع هيصبح ينفلت، وراح يكون في وجه الجيش وراح يتحمله، لأنه هو المعني بحماية البلاد، هو المؤسسة اللي الشعب كان يأمل فيها أن تنحاز إليه وتحقق مطلبه. لأن المجموعة اللي حول الرئيس لم تريد أن تغادر وتقاوم. وهذا ربما أهم العبارات التي استعملها الفريق قيد صالح في البيان، يجدر التنبيه أن قرارات المتابعة القضائية المتخذة ضد العصابة التي نهبت أموال الشعب صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة.
ربما امس بعض وسائل الاعلام المقربه من الرئاسه قالت لك انه سبب هذا البيان اللي صدر عن الرئاسه هو جاء نتيجه لان هذه المتابعات والتوقيفات لم يتم الرجوع فيها الى رئاسه الجمهوريه. واليوم الجيش يقول هذه العصابه التي تحمي الفاسدين هذا ديجا بغلطه. لماذا العوده للرئاسه؟ يعني عداله مستقله، يعني باش يحقوا مع واحد بتهمه فساد لازم يرجعوا للرئاسه تقبل ولا ما تقبلش؟ يعني مره اخرى اكدوا عدم استقلاليه العداله. الشعب حر العداله. العداله تعرف فيها كثير من الامراض، ولكن هي مدعوه لتطهير نفسها لانه الشعب حررها. والتحرك العداله يجب ان يكون على مستوى تطلعات الشعب الجزائري. اموال الشعب نهبت، الشعب مقهور، ولكن أمل أن العدالة تعيد له حقوقه، ولما الناس يشوفوا عدالة موجودة يطمئنوا على مستقبل البلد. نعم. وقال الفريق قايد صالح العصابة تحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج. فيها شوية شعبوية. أنا طبعا أنا مش لازم الشعبوية يا سيدي نصر، ما عندناش الناس يعني اللي سرقوا دراهم وهربوا للخارج. معروفة هذه جديدة نهبا وسلبا أنا من جيش هنا به نمدح الجيش في كل حرف وفي كل كذا. هذا حداد صابوه في أم الطبول هارب في جنح الليل. يعني اللي هربوا سباغيتي والمقارون هذوك تاع الحدود ما يديروش كيما هو، يروح في أوقات محترمة شوي. اسمع تقدروا بالصراحة، لا حدد بال البارح ولا حدد 11 سنة هو يسرق ولا 15 سنة هو يسرق. لكن اليوم هذا لما يقول الفريق أحمد قايد صالح هم يحاولوا التهريب، يعني ربما التهريب بوتيرة الهروب الأخير، ربما نجمع كلش ونروح. تطلب مني نهضر قناعتي يا أخي. تفضل. أكيد أكيد أنا مش هتقرص فيه باسم وزارة الدفاع. هذا الفساد معروف من قبل موجود. الآن مشكلتنا مش ندخلوا اليوم واحد للحبس، هو نحبس المشكلة الأساسية والعدالة بعد ذلك تأخذ مجراها في كل الفاسدين. إنما اللي يهمنا إحنا الآن هو الحل. لكن اسمح لي أستاذ منصر، لما يجي هذا البيان أمس قال لك أنه سبب غضب الرئاسة وهذاك البيان اللي جاء نسبة للرئاسة هو نتيجة لهذه المتابعات القضائية، يعني الرئاسة برجالها الفاسدين غضوها وكذا. جاء هذا البيان ليقول هذه الإجراءات جاءت بناء على كذا، لأن نوعية الأشخاص هم الدائرة المقربة جدا للعائلة الرئاسية، فلذلك اعتبروا أن هذا مقصودين به. ولكن احنا نحب محاربة الفساد تكون مستمرة وغير انتقائية. وقال لك هذه نتيجة لإرادة شعبية ظاهرة، يعني نستأنس بالإرادة الشعبية والهبة اللي بدأت يوم 22. الشعب من زمان يقول حرب الفساد. والدستور من زمان يحارب الفساد وقوانين تحارب الفساد. اللي كان يخصنا هو الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة الفساد. يتساءل فريق أحمد قايد صالح، كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوه؟ يعني هؤلاء هم اللي جابوهم وهم اللي راهم يحميوا فيهم. كادوا رجال أعمال أغلبهم صنعتهم السلطة، ما عندهم السوابق مالية، بعضهم على الأقل يعني فقراء. واحد كان يبيع الحديد، واحد كان يبيع الدلاع، واحد ما عملش وصنعوا في وقت سريع طبعا على حساب أموال الدولة، على حساب نزاهة المنافسة الاقتصادية وعلى حساب أموال الشعب. وكل مرحلة تلقى رجال أعمال يتصنعوا، هذول يتصنعوا أكيد يروحوا مع النظام السياسي اللي يروح، هذا جزء من النظام السياسي. ودائما كنت نقول الاستبداد دائما يتحالف مع الفساد، الفساد يحب الاستبداد والاستبداد يحب الفساد، يتعاونوا. هذا أكبر تحالف كنا نواجهه، تحالف الفساد والاستبداد. لما نعالجوا الاستبداد يروح الفساد، في الحرية ما يكونش الفساد. ولذلك احنا نطالبوا بالحرية باش رجل الأعمال الحقيقي يكبر ويكبر البلاد ويعاون في التنمية، والفاسد اللي معول عليه على الرشوة والنفوذ ويكسر المنافسين تاعو بقربه من السلطة ويغتني على حساب الشعب بيكونش موجود. هذا يتكسر، هذا يروح مثل العملة المزيفة، تروح وتبقى فقط للعملة الصحيحة. هذا مش لازم يكون سياسة تاع الآن فقط أو سياسة انتقامية من مجموعة بوتفليقة، يجب تكون سياسة تاع الدولة وسياسة دائمة. وإلا ما دمح لنا حتى شيء نعود ونرجع مرة أخرى راح يجي نظام ويجيب فاسدين وعود نفس الحكاية. يجب أن تكون سياسة دائمة وليس الظرفية ولا انتقائية. هذا سيد الفريق في البيان حول البيان الذي صدر أمس والمنسوب لرئاسة الجمهورية، يقول الفريق أنه صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة. نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض
جملة وتفصيلا. أكيد، لأن البيان الكاشي تاع الأمانة العامة رئيس الجمهورية ليس لها حق أن تتحدث في مكان الرئيس، وقيمته القانونية لا شيء أمام القرارات التي تتخذها يوم 11، لأن الرئيس اتخذ قرارات وقال سأمدد وأعمل ندوة وأعمل وأعمل، ولذلك البيان بالأمس ما يلغيهاش، والبيان ولذلك مشكوك في قيمته القانونية، ما عنده حتى قيمة قانونية. أنا ما فهمتش كيفاش وسائل الإعلام تناولوا على أنه صحيح. بيان ما يقدرش، أمانة عامة للرئاسة تلزم الرئيس. دار وكالة الأنباء الجزائرية، يعني واش راح نديروا هنايا؟ أنا واش على وكالة الأنباء؟ هو يعني تتناولوا بالتشكيك، أما تتناولوا بالتصديق لا، لأنه هذا البيان لا يلزم الرئيس. عرضناه أمس وعرضنا على خبراء دستوريين، وحنا ما نراش نمدوا موقف، هما شكوا فيه شكلا ومضمونا وتفاصيل. لا هو مش مزور، هو كاشي تاع الأمانة العامة. اليوم سيمي ناصر تتوقع أن تبدأ متابعات قضائية معينة، اعتقالات معينة اليوم؟ بدأت التحقيقات. قال رجال الأعمال والعصابة، العصابة التي تدعمها، بدأت أعتبرها هذا قرارات لترسيم البيان ولترسيم القرارات. من ستكون في القائمة في رأيك؟ من يطفو فوق السطح، السياسيين اللي يطفوا فوق السطح، ورجال الأعمال اللي راه فوق السطح معروفين السنوات والناس تعرفهم. يعني قضية أنا حبش الأسماء، أنا حبش ذكر الأسماء، أسماء تذكر اليوم حتى أنه يعني مجموعة من المواطنين رفعوا دعوة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس. من؟ سؤال مطروف، يعني حتى لم نذكر الأسماء، الأسماء تذكر نفسها. لأنه هذه الأسماء هذه في وقت اللي كانت تحكم كانوا يتقربوا منها، الآن الناس كل تسب فيها. أنا أتكلم على الأمر في حقيقته. أنا لا أتلذذ بسب الأشخاص. أنا أقول لك باللي انتهى بوتفليقة ومن معه قبل هذا البيان، هذا فقط جاء للترصيد. لكن انتهى، لكن بقيت الممانعة والمقاومة إلى آخر لحظة. بقيت المقاومة. قلت في البداية البحث على التخريجة الدستورية حتى لا تبقى أي فرصة لإلقاء الشبهات. أنا قلت لك المرة يحوسوا على الجيش أي شبهة أو أي خطأ لتحميله بعض الأخطاء، وإحنا مش حابين جيشنا يمس بأي شبهة ويؤدي دوره المنحاز للشعب، وتبقى السياسة للسياسيين، ويبقى دستورنا نخرجوا من الحلول إلى أن نعدله ونصلحه ليكون دستورا متلائما مع إرادة الشعب، مش دستور على مقاس الرئيس. هل أصبحنا لكل رئيس دستور؟ نعم. سيد مناصرة، أيضا تحدث البيان يعني صدر عن قيادة أركان جيش الوطن الشعبي عن الاجتماع المشبوه الذي جمع عدة أشخاص، وقال البيان أنه بعضهم يعني نفى أن يكون قد حضر هذا الاجتماع، لكنه يؤكد في هذا البيان أنهم حضروا وأنهم خططوا وأنهم حاولوا تنفيذ مؤامرة. لما نقرأ بيان الرئيس السابق لمن زروال، طبعا هو يتحدث على أنه هناك من اتصل به وعرض عليه منصب وبتكليف وباتفاق مع سعيد بوتفليقة اللي يعتبر اللي هو في منصب مستشار رئيس، وهو من يمثل الرئيس في كل شيء، بمعنى أنه هناك تفاهم، تلقاوا مع بعضهم ما تلقاوش، احنا مناش في فيلم، لكن هذه الإرادة موجودة وهذا المشروع كان موجود وكان معروف. المخطط أنه تقيس الجيش وتحتال وتتحايل على مطالب الشعب، هذا اللي كان مرفوض. ولذلك اليمين زروال لما أهمية بيانه هو أنه انتصر للشعب وفعل ما هو مطلوب منه، يعني ربما كشخصية لها حضورها، وفي نفس الوقت قدم خدمة كبيرة للحراك الشعبي لما كشف أن هناك بعض من الناس ما عندهمش صفة سياسية معينة تخليهم يبحثوا في مكان الشعب على حلول يفرضوها على الشعب. ولذلك هذا الوضوح طبعا وبرأ ذمته، لأنه بعض وسائل الإعلام ربما تسرعت في الاتهام بدون أدلة. رجل لم يكن مشاركا ولم يحضر اجتماع، ولكن لا سيد زروال قال ما حضرت، وبعدين لما ما عجبتنيش الهدرة وقال هكذا، قال هكذا في البيان، قال استقبلت توفيق بطلب منه، ما قالش حضر اجتماع. نعم حضر اجتماع هنا، استقبل في داره، هذا جيل واحد وكانوا مع بعضهم في الجيش. هو قال استقبلت فلان بطلب منه، مش اجتماع.
ما تفرقوش بين اجتماع بين استقبال وفي بيته. الا ما تحصل ما يهمنيش انا يتلاقاو في قهوه والله يتلاقاو في بيته، لكن صرا بيناتهم عرض عليه شيء وصرا بيناتهم كذا، هذا هو المهم عندي انا عند المشاهد. نعم إيه؟ لا 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 تخلطوش اجتماع شيء، لكن طالب عرض عليه شيء معليش تلاقاو في بيته اجتماع وفي المخابرات في ذوك ما نقدموش على الناس، يعني كان اجتماع في جزائريين حتى توفيق هذا اللي لازم طايحين، لكن صرا اجتماع، لكن صرا اجتماع بين السعيد وتوفيق، بعدين توفيق راه عند راه عند الزروال صرات اجتماعات، هذا هو المفيد اليوم، هذا هو المهم في المخ في اجتماعات تآمريه. شوف السياسه فيها اخلاق. انا ما نمشيش مع الاخبار الكاذبه، ما وقعش اجتماع بهذا المفهوم بهذا الشكل هذا. اما توفيق تلقى مع السعيد مرات كثيره وما يتلاقاو مش مليون مش والجيش على باله مش ما على بالوش، والسعيد تلقى مع كثير من الناس. اما بها يقولوا باللي حضرت مخابرات الفرنسيه في الاجتماع، لا هذه كبيره، نستناو نشوفوا ما دام هذا النبره انه الجيش يصفهم بالعصابه والاجتماع التآمري، ممكن راح نشوفوا الجديد. انا لحد الان ما قلتش، لكن هذه العباره يعني وهذه انت مصدق باللي توفيق تلقى مع المخابرات الفرنسيه في الاجتماع؟ لا، علاش ما يتلاقاش معاه؟ هو كينفا ما تصدقوش تا، يعني كل شياطين الجن والانس حضرت مخابرات فرنسية ما تحضرش، يقول لك البعض يعني انت عندك مصدر؟ لا اعرف، لكن عندك مصدر هذا مش مليح في الاخلاق الاعلاميه ايضا يا سيمي ناصر. لا 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 ناصر. خليك في انا هنا سياسية. انا هنا اقرا اسمح لي فقط، الاخلاق المهنيه نحن ربما نحن في اطارنا نحن معروفه ومتبعه جدا وروحين لها حبه، لكن سيمي ناصر لما تكلم على اجتماع، لكن شوف هذا البيان معليش نسب البيان قياده الجيش، يعني قال لك اجتماع عصابه واجتماع تدميري واجتماع رايح تلقت فيه عصابه جزائريه، لازم تزيد لها فرنسا عصابه جزائريه، يعني لازم فرنسا ما يرجع شرق. لا نعرف لا نعرف لا نعرف، لكن فيه كلام كثير اكيد لا نعرف، لكن نجزئ يعني ما ننفيوش بهذا الشكل، لا ننفي ولا نؤكد، في احتمال. لا لا لا, لا. توفيق دار بيان، كيف تصدق بيان زرار ما تصدقش بيان توفيق؟ توفيق دار بيان انفى انه يتآمر مع دوله خارجيه، لكن ما نفاش انه اقترح، ما نفاش انه يتلاقى مع السعيد، ما نفاش هذا الدور، ما نفاش انه اتصل برؤساء الاحزاب، ما نفاش اتصل مع السياسيين، كثير منهم هذا الوقت تشوف فيهم في الحراك كانوا يتواصلوا معه، ما نفاش هذا الشيء، انفى في الفرق. انا ما نخلطش في الهضره بزاف، انا ما نتهمش واحد بما لا اراه، انا كما عندي فلان المجاد ايضا توفيق المجاد اسمع ولا ما عندي حتى مصلحه معه وما تلاقيتش معه نهائيا، ولكن انا ما نروحش في هذا اللعب هذا، يعني باش نتهم نزيد ندخلوا مع فرنسا تحب الشر للجزائر اكيد، لكن ما نكونوش بهذا المستوى، نبقاو في اخلاق. نحن لا نتبنى هذه الروايه، انا عرضت عليك كجمله من القراءات وعرضتها وسائل الاعلام، والدليل اننا لم يعني قصد التحري نحن في البلاد لم نؤكد، قلنا اجتماع لكن لم نشر الى هذه الامور الاخرى، هذه للامانه فقط. نبقاو سيمي نصر في هذا البيان، في النهايه شفنا شغل الحديث انا تاع الفريق احمد قيصر، انا المجاهد انا ابن الشعب وكذا وكذا، وكانه يخاطب الشعب مباشره هذه المره، وش رايك في هذه اللهجه؟ لا هو شعر بانه هو مستهدف كشخص ايضا في استهداف للجيش وفي استهداف للشخص، استهدف شفناه في حتى من بعض السياسيين من بعض المواطنين في بعض الاماكن طبعا، وفي الاعلام الفرنسي استهدف استهداف كبير، فشاف روحه انه يدافع عن نفسه، لكن احنا بالنسبه لنا الجزائر اكبر من قايد صالح، اكبر من بوتفليقه، حتى هو قال الاشخاص مهما كانوا فهم زائلون الوطن الباقي، يعني واللي يتحمل المسؤوليه لازم يتحمل هذا الاراء وهذا النقد، لكن اللي يعمل شيء خير لبلاده وينسج مع شعبه التاريخ راح يحفظ له هذا والشعب يقدر له هذا، اما انه واحد ما يتقاس واحد ما يهضروا عليه، لا ما دام راك تحملت مسؤوليه ستسمع الكثير بحق او بباطل، ما كاينش اللي ما يسمعش، الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يسمع، انما العبره باش العبره بما تقوم به وبما سيشهد لك به التاريخ والشعب، لذلك هو القائد صالح بقيادته للجيش اذا احسن هذه القياده وخرج البلاد من الازمه وانحاز مع الشعب، هذا اللي يبقى له في تاريخه، اما الاشياء الاخرى الناس تقول واش تحب تقول، كش واحد خلاه الناس دروكيل ما هضروش عليه، لكن احنا الناس لازم تتحمل وحق الناس تتكلم، ولكن ما نلحقوش فقط التهم في شرف الناس وفي اخلاق الناس، لانه اللي عنده اخلاق ما يتكلم الا بالبينه والا بالادله. نروح الفاصل فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نواصل في البحث والتحليل والنقاش حول هذا البيان، ويمكن نقرا فقرات ويمكن ان ايضا مقاطع منه بحول الله، لا تذهبوا بعيد.
We'll be right back.